السلام عليكم واهلا بيكم. هنكمل منهج العلوم للصف السادس الابتدائي تحت رعايه واشراف وزاره التربيه والتعليم. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الجهاز العصبي. تعالوا نفتكر كده مع بعض. قبل ما اتكلم عن الجهاز العصبي، انا قلت ان جسم الانسان بيتكون من مجموعه اجهزه، وقلت ان كل جهاز يتكون من مجموعه من الاعضاء، وكل عضو يتكون من نسيج، والنسيج بيتكون من خليه. يبقى وحدة بناء جسم الإنسان كانت إيه؟ الخلية. وخدنا جهاز من ضمن أجهزة جسم الإنسان اللي هو الجهاز العصبي. تعالوا كده نفتكر الجهاز العصبي كان بيتكون من إيه؟ الجهاز العصبي كان بيتكون من جهازين أساسيين، هما الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. فاكرين أنا قلت إن الجهاز العصبي المركزي كان بيتكون من إيه وإيه؟ الجهاز العصبي المركزي كان بيتكون من المخ والحبل الشوكي، وقلت ان وحدة بناء الجهاز العصبي كانت الخلية العصبية، وقلت ان الخلية العصبية كانت بتتكون من جزئين اساسيين، ايه هما؟ جسم الخلية ومحور الخلية. طيب، وقلت ان الجهاز العصبي جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. طيب، الجهاز العصبي المركزي كان بيتكون من ايه؟ المخ والحبل الشوكي. يبقى كان أهم حاجة عندي في جسم الإنسان كان الجهاز العصبي، لأنه كان مسؤول عن كل الوظائف الحيوية اللي بتقوم بها الجسم ومعظم أفعال الجسم والعمليات الحيوية. وقلت إن الجهاز العصبي المركزي كان فيه عضو اسمه المخ، والعضو ده كان أهم عضو في الجهاز العصبي، وكان بيتكون من تلافيف وثنايا. طيب، المخ كان بيتكون من 3 أجزاء أساسية، فاكرينهم؟ أول حاجة النصفان الكرويان اللي هما كانوا عبارة عن نصفين، وهما كانوا أكبر جزء في إيه؟ في الجهاز العصبي. وأسفل النصفان الكرويان كان يقع مين؟ المخيخ. وبعد المخيخ كان بيتكون مين؟ النخاع المستطيل. يبقى المخ بيتكون عندي من 3 أجزاء، 3 أجزاء أساسية. مين هما؟ النصفان الكرويان، وأسفل النصفان الكرويان يقع المخيخ، وبعد كده النخاع المستطيل. وكان النخاع المستطيل هو اللي كان بيوصلني المخ بالحبل الشوكي، اللي هو المخ والحبل الشوكي الاتنين مع بعض كانوا بيكونوا لي الجهاز العصبي المركزي. طيب، بعد ما اتكلمنا عن المخ، قلنا تاني حاجة في الجهاز العصبي المركزي الحبل الشوكي. طب الحبل الشوكي كان متوصل بالمخ عن طريق النخاع المستطيل. اهو في الرسمة اللي قدامي دي، المخ نازل منه كده سلسلة متوصلة فين؟ داخل سلسلة من الفقرات تسمى الحبل الشوكي. يبقى الحبل الشوكي ده سلسلة من المخ إلى أسفل الظهر. طيب، مين اللي كان بيحميلي الحبل الشوكي ده؟ فاكرين؟ قلت اللي كان بيحميلي الحبل الشوكي هي الفقرات أو العمود الفقري لجسم الإنسان. والبرين، المخ، مين اللي كان بيحميلي المخ؟ كانت علبة عظمية كده كنت بقول عليها إيه؟ الجمجمة. وقلت ساعتها علل المخ يقع في علبة عظمية تسمى الجمجمة. ليه؟ لحمايته. طيب، الحبل الشوكي كان مسؤول عن ايه؟ الحبل الشوكي كان مسؤول عن نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والعكس. يعني الحبل الشوكي ده هو اللي كان بيوصل لي كل فعل أنا بعمله بإدراك المخ، بياخد من العضو ويوصل للمخ، وبياخد من المخ ويوصل للعضو. إيدي، رجلي، عيني، كل حاجة أنا بعملها الحبل الشوكي هو اللي كان بياخدها من أعضاء الجسم المختلفة وبيوصلها للمخ، وبيعكس الرسالة. يعني بيودي بقى المخ، بيدي إشارة عصبية إن أنا هعمل حاجة، هبعد إيدي عن حاجة، أو هعدي الطريق، أو هعمل أي فعل معين. يبقى كان الحبل الشوكي هو اللي بيوصل المسج دي من المخ للإيه؟ للعضو. يبقى مسؤول الحبل الشوكي عن نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والعكس. ومسؤول كمان عن الاستجابات السريعة اللي هو الفعل المنعكس. ايه هو الاستجابة السريعة؟ يعني ايه فعل منعكس؟ تعريف الفعل المنعكس هو استجابة تلقائية سريعة. استجابة تلقائية سريعة من ايه؟ من اي مؤثر خارجي، اي مؤثر خارجي مفاجئ. مثلا انا لمست حاجة درجة حرارتها عالية، حاجة ساخنة، فببعد ايدي فورا. او مثلا ايدي جات على حاجة شائكة، فببعد ايدي فورا. كل ردود الافعال السريعة دي اسمها الفعل المنعكس.
مين اللي مسؤول عن الفعل المنعكس؟ الحبل الشوكي. وإيه هو تعريف الفعل المنعكس؟ هو استجابة سريعة تلقائية من الجسم نحو أي مؤثر مختلف خارجي مفاجئ. تمام؟ طيب تعالوا ناخد أمثلة عن الفعل المنعكس. أول حاجة ملامسة إيدي، عملت ملامسة لأي نبات أو جسم شوكي، أو حصل مثلا وغز بدبوس، فإيه اللي بيحصل لإيدي سريعة؟ بعمل سحب اليد فورا أو سحب اليد بسرعة. دي مثال على إيه؟ أول حاجة من الفعل المنعكس. تاني حاجة سحب اليد بسرعة عند ملامسة جسم ساخن أثناء اللعب بالصواريخ. مثلا أنا ماسكة شمعة أو ماسكة صاروخ وفجأة سخن على إيدي، فورا بعمل إيه؟ برميه أو ببعد إيدي عنه. بده برضو فعل منعكس لأنه رد فعل سريع. حركة رموش العين عند اقتراب جسم خارجي من العين فجأة. أي حد بيقرب حاجة سريعة اتجاه عينك بتلاقي نفسك لا إرادي عينك بتربش كده، يعني رموشك بتتحرك حركة سريعة، ده لا إرادي، يعني ما تقدرش أنت تتحكم في حاجة زي كده، لأن مين المتحكم في الموضوع دوت؟ الحبل الشوكي، وده اسمه استجابة سريعة أو فعل منعكس. طيب مثال كمان، ضيق حدقة العين عند التعرض لضوء شديد، أو اتساع حدقة العين عند التعرض لضوء خافت. دي حاجة برضو أنا مش بتحكم فيها، لو أنا بركز على حاجة والضوء حواليا خافت أو ضوء يعني ضوء مش شديد، ضوء واطي كده، فتلاقي عينك حدقة العين اللي هو حاجة جوه البؤبؤ العين كده بتلاقيها بتتسع لا إرادي، دي أنت مش بتتحكم فيها. وكمان لما يكون الضوء عالي قوي هتلاقي حدقة العين بتحصل لها إيه؟ بتضيق لو الضوء عالي. يبقى ضيق حدقة العين عند التعرض لضوء شديد، لو الضوء عالي حدقة العين بيحصل لها ايه؟ ضيق لو الضوء عالي، ماشي؟ ولو الضوء خافت بيحصل ايه؟ اتساع حدقة العين عشان تزود الفوكس بتاع عينك عشان تشوف كويس، فبيحصل اوتوماتيك ان حدقة العين بيحصل لها اتساع. تمام؟ طيب إفراز اللعاب والعصارات الهضمية عند رؤية الطعام أو شم رائحته. راجع أنت بقى من المدرسة جعان جدا وماما عاملة أكل وأنت شامم ريحته، تلاقي نفسك لا إرادي جعان جعان، ليه؟ العصارة المعدية واللعاب من ريحة الأكل أنت متأثر، وده برضو رد فعل طبيعي. تمام؟ يبقى إفراز اللعاب والعصارات الهضمية عند رؤية الطعام أو شم رائحته، ده من أمثلة الفعل المنعكس. اهتزاز الساق عند الطرق على الركبة من مكان محدد من قبل الأطباء للتأكد من سلامة الحبل الشوكي. يعني مثلا الناس بتروح للدكتور بتشتكي من مشاكل في العمود الفقري، أو بتشتكي من مشاكل في رجليه، فالدكتور بيعمل كده بيخبط على القدم، يعمل طرق كده على القدم في أماكن معينة عشان انت لا إرادي بتحرك من الخبطة، فتلاقي جزء من رجلك بيتحرك، فمن خلال الحركة دي الدكتور يقدر يميز كده في استجابة سريعة من قبل الحبل الشوكي. ليه هو بيعمل كده؟ وإيش عرفه أصلا من الحركة دي إن هو هيتأكد إن الحبل الشوكي شغال ولا لأ، وإن هو سريع الاستجابة ولا لأ؟ لأن إحنا قلنا إن الحبل الشوكي هو المسؤول عن الفعل المنعكس، يبقى الحبل الشوكي هو المسؤول عن الفعل المنعكس. والفعل المنعكس ما هو؟ الاستجابة السريعة حول أي مؤثر خارجي مفاجئ. فبيحصل ايه؟ امثله من الحاجات دي كده على الفعل المنعكس، كضيق حدق العين، او ان انا ابعد ايدي فورا عند ملامسه حاجه ساخنه، او الوغز بالابر، كل دي امثله عن الفعل المنعكس. طيب ازاي بقى بيحصل الفعل المنعكس ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. تعالوا بقى نتكلم عن تفسير كيفية حدوث الفعل المنعكس. قلنا مين المسؤول عن الفعل المنعكس؟ هو الحبل الشوكي. طيب الصورة دي بتبين ده ايد مقربة من ايه؟ من نبات. ده نبات بيها اشواك، فايه اللي حصل؟ اوتوماتيك اول ما هو ما الجسم الايد دي قربت من النبات اللي فيه اشواك، في الصورة التانية جايب على طول ان الايد ايه؟ بعدت. انت اوتوماتيك كده اي ما تقرب جسمك او ايدك بتقرب من اي حاجة فيها اشواك هتلاقي ايدك لا ارادي بعدت في اقل من جزء من الثانية. طيب ايه اللي حصل؟ المؤثر عندي هو النبات اللي فيه اشواك،
طب النبات اللي فيه اشواك ده عمل ايه؟ هو اثر لي على النهايات العصبيه. يعني ايه نهايات عصبيه؟ النهايات العصبيه هي اللي موجوده عندي في طرف الايد او في طرف صباعي. طرف ايدي ده بيكون فيه ايه؟ نهايات عصبيه. النهايات العصبيه حصل لها ايه؟ اتاثرت بالنبات اللي فيه اشواك. طيب وبعد كده المؤثر لما وصل للنهايات العصبيه عمل ايه؟ عمل نبضات عصبيه. النبضات العصبيه دي ناتجه من ايه؟ من النهايه العصبيه اللي موجوده في طرف الايد. وبعد كده النبضات العصبيه دي اتنقلت في ليف عصبي حسي، والليف العصبي الحسي وصل الكلام ده للحبل الشوكي. وبعد ما وصل الكلام للحبل الشوكي، الحبل الشوكي عمل ايه؟ ادى نبضات عصبيه تانيه، والنبضات العصبيه وصلت لليف عصبي حركي، والليف العصبي الحركي ادى اشاره لايدي ان انا ابعدها عن الايه؟ الجسم اللي فيه الشوك، او الجسم اللي هو حصل له الجسم اللي هو حصل لي شوكني دوت. نقول تاني، ده دلوقتي النبات اللي بيه اشواك ده مؤثر خارجي مفاجئ. انا ايدي قربت من المؤثر الخارجي المفاجئ، ايه اللي حصل؟ في حروف ايدي نهايات عصبيه. النهايات العصبيه هي اول حاجه حست بالمفاجئ، هي اللي حست بالمؤثر ده. مفروض ان وصل مسج من النهايه العصبيه دي في اقل من جزء من الثانيه. وصل المسج من النهايات العصبيه لحد الليف العصبي الحسي، كل ده في تكوين دراعي. طيب والليف العصبي الحسي وصل المسج لمين؟ للحبل الشوكي اللي مسؤول اصلا عن الفعل ده. والحبل الشوكي ادى اوردر بسرعه للليف العصبي الحركي ان هو يبعد ايده. في نفس اللحظه اللي الحبل الشوكي ادى فيها اوردر لايدي او الليف العصبي الحركي ان هو يبعد ايده، كان مدي اوردر للمخ المخ للشعور بالمؤثر. هو اللي بقى الحبل الشوكي هو اللي اداني المسج ان انا ابعد ايدي عن المؤثر العصبي ده. في نفس اللحظه هو ادى رساله للمراكز الحسيه بالمخ للايه؟ للشعور بالمؤثر. فانا حسيت ان في حاجه شكتني. كل ده بيحصل في اقل من جزء من الثانيه، اللي هو ازاي حصل الفعل المنعكس؟ يبقى مين اللي بيتاثر عندي اول حاجه بالفعل المنعكس؟ هي النهايات العصبيه. والنهايات العصبيه بميكانيزم معين هي اللي بتدي اشارات للحبل الشوكي. الحبل الشوكي مسؤول في اقل من جزء من الثانيه ان هو بيوصل رساله للمخ للشعور بالمؤثر، ونفس اللحظه بيديني الاوردر ان انا ايه؟ ابعد ايدي. تمام؟ يبقى المؤثر بيؤثر على النهايه العصبيه بتتولد نبضات. النبضات العصبيه بتاثر على ليف عصبي حسي، والليف العصبي الحسي بيدي رساله لمين؟ للحبل الشوكي. طيب الحبل الشوكي بيعمل ايه؟ بيعمل نبضات عصبيه. النبضات العصبيه دي بتوصل لمين ومين؟ النبضات العصبيه بتوصل للايد ان هو هيبعد ايده، اللي هو الليف العصبي الحركي اللي هيبعد ايده. وفي نفس الوقت النبضات دي هتوصل لمين؟ للمخ. هعمل رد فعل منعكس اللي هو الرياكشن بقى بعد ما لمست الحاجه اللي بتشوك. وفي نفس اللحظه ايه؟ المخ هيدرك ان كان في مؤثر شوكي هنا. تمام؟ فهمنا ازاي حصل كيفية حدوث الفعل المنعكس ومين المسؤول عنه، والحبل الشوكي ازاي اداني رياكشن وفي نفس الوقت ادى رسالة للمخ عشان اشعر بالفعل المنعكس. طيب تعالوا بقى نكمل كلام عن الجهاز العصبي. بعد ما اتكلمت عن الجهاز العصبي المركزي، قلت ان هو المخ والحبل الشوكي، وخدنا اجزاء المخ المختلفة اللي هو النصفان الكرويان والمخيخ والنخاع المستطيل، وقلت ان دول اجزاء المخ. وبعد كده المخ متوصل بالحبل الشوكي، متصل بالحبل الشوكي عن طريق النخاع المستطيل. يبقى احنا كده خلصنا كلام عن الجهاز العصبي المركزي. طيب احنا قلنا ان الجهاز العصبي جزئين، جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. ايه هو بقى الجهاز العصبي الطرفي ده وبيتكون من ايه؟ بصوا معايا دلوقتي، ده المخ خارج منه الحبل الشوكي، وده الجهاز العصبي المركزي. طيب الجهاز العصبي المركزي بيخرج منه مجموعة من الأعصاب. أولا الأعصاب اللي خارجة من المخ اسمها إيه؟ اسمها أعصاب مخية. دي أول جزء في الجهاز العصبي الطرفي. مين؟ الأعصاب المخية.
طب يبقى مصدر الأعصاب المخية هو المخ. طيب الجزء التاني ايه؟ أعصاب شوكية. من اسمها كده أعصاب شوكية، يبقى ناتجة منين؟ من الحبل الشوكي. يبقى احنا قلنا ان الجهاز العصبي الطرفي متفرع من الجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي المركزي متكون من جزئين، المخ والحبل الشوكي. طيب الجهاز العصبي الطرفي متفرع من الايه؟ المركزي. طيب يبقى المخ متفرع منه ايه؟ اعصاب مخيه عددها 12 زوج، والحبل الشوكي متفرع منه اعصاب شوكيه عددها 31 زوج. كلمه زوج دي ما انساهاش. يعني ايه زوج؟ يعني اتنين. يعني الحبل الشوكي خارج منه 31 زوج من الاعصاب، يمين الحبل الشوكي 31 عصب وشمال الحبل الشوكي 31 عصب، فبقول 31 زوج او 62 عصب، ماشي. والمخ نفس الكلام متفرع منه 12 زوج، يبقى متفرع من الجنب اليمين 12 عصب ومن الجانب الشمال 12 عصب، فبقول عنهم 12 زوج او 24 عصب، ماشي. يبقى كده الجهاز العصبي الطرفي المتفرع من الجهاز العصبي المركزي بيتكون من جزئين أساسيين، أعصاب مخية وأعصاب شوكية. إيه بقى وظيفة الجهاز العصبي الطرفي؟ قال الجهاز العصبي الطرفي مسؤول عن توصيل المعلومات الحسية والاستجابات الحركية بين الجهاز العصبي وبين جميع أجهزة الجسم. وإحنا بنفسر الرد الفعل المنعكس أو الفعل المنعكس، قلت إن كان فيه نهايات عصبية بتوصل الرسالة اللي هي المؤثر، بتوصل رسالة المؤثر للحبل الشوكي. كان عصب بينقل لعصب حركي، والعصب الحركي بيدي للحبل الشوكي. يبقى من الحبل الشوكي لحد العضو، لحد ايدي او لحد رجلي او لحد عيني، في موصلات عصبية، في اعصاب خارجة سواء من المخ او من الحبل الشوكي. الاعصاب دي هي اللي مسؤولة بقى بتوصل الرسالة دي من اول العضو، متأثرة بالمؤثر أو متأثرة بأي حاجة خارجية. الأعصاب دي هي اللي بتوصل لي الرسالة بالجهاز العصبي المركزي. الأعصاب دي تسمى الجهاز العصبي الطرفي. يبقى وظيفة الجهاز العصبي الطرفي إن هو يعمل إيه؟ توصيل المعلومات الحسية ما بين جميع أعضاء الجسم إلى الجهاز العصبي، تمام؟ طيب وبعدين بيقول لي ان اعداد الاعصاب دي، اعصاب المخيه 12 زوج او 24 عصب، زي ما قلنا ان المخ بيخرج منه مجموعه من الاعصاب المخيه، بقول عليها 12 زوج او 24 عصب. والاعصاب الشوكيه اللي ناتجه من الحبل الشوكي 31 زوج او 62 عصب. ايه هي بقى اهميه الجهاز العصبي سواء إن كان جهاز عصبي مركزي أو جهاز عصبي طرفي؟ مما سبق نستنتج إن الجهاز العصبي مسؤول عن إيه؟ بيعمل على نقل جميع الرسائل العصبية من أجهزة الجسم المختلفة. يعني هو المسؤول عن إن أنا أعدي الشارع، أخد بالي من الطريق، إن أنا أخد بالي من حاجة خطر أبعد عنها، كل المسؤول عن الكلام ده الجهاز العصبي. وإن هو كمان بينظم وبينسق جميع العمليات الحيوية داخل الجسم، زي التنفس، حركات الجهاز الدوري ان هو بينقل الدم والاكسجين لكل اعضاء جسمي، مسؤول عن عمليات الهضم. يبقى مين مسؤول عن كل العمليات الحيويه داخل جسمي؟ الجهاز العصبي. وان هو بيستقبل المؤثرات الخارجيه التي تحيط بالانسان عن طريق اعضاء الحس المختلفه، والتعرف عليها وتفسيرها واصدار استجابه لها. زي مثلا ان انا بلمس جسم خشن بقول ده خشن، بلمس جسم سخن بقول بدرك ان ده جسم سخن وببعد ايدي على طول. ده رد فعل او الادراك في حد ذاته مسؤول عنهم هما الاثنين الجهاز العصبي. الجهاز العصبي ده زي ما احنا قلنا ان هو اهم جهاز في جسمي، وهو المسؤول عن معظم او كل العمليات اللي بتدور في جسمي. كل حاجه وكل فعل وكل عمليه وكل حركه وكل ادراك مسؤول عنها الجهاز العصبي، يبقى مفروض احافظ عليه. ويعتبر الجهاز العصبي ده كل تلف فيه لا يعوض، كل تلف في الخلايا العصبية لا تعوض. طب أحافظ عليها إزاي؟ أول حاجة عدم الإسراف في تناول المواد المنبهة زي القهوة. يعني أقلل بقى من القهوة والشاي والنسكافيه، كل الحاجات اللي فيها كافيين دي
مفروض ان انا اقلل من استخدامها. ليه؟ عشان هي بتأثر لي على فترات النوم وضربات القلب وتسبب التوتر العصبي. كل ده من حاجات بتأثر على الجهاز العصبي. طيب الابتعاد عن تناول الحبوب المهدئة والمنشطة، مش اي بقى حبة صداع اخد برشام، بطني وجعاني اخد برشام، لا، اقلل من اي حبوب باخدها. عدم ارهاق اعضاء الحس بالجلوس فترات طويلة امام التلفزيون او الكمبيوتر. ما اقعدش اكتر من ساعة قدام التلفزيون، ما اقعدش اكتر من ساعة قدام الكمبيوتر، ما طولش على الجهاز العصبي والحبل الشوكي بان انا افضل ضغط على نفسي مدة طويلة قدام التلفزيون او الكمبيوتر. طيب اعطاء الجسم فترات كافية للراحة خاصة فترات النوم وخصوصا الاطفال، يعني ان انا ادي نفسي مساحة ان انا انام عشان ايه، ادي المخ قدر من الراحة عشان افضل طول اليوم بالانشطة بتاعتي والعمليات الحيوية متتأثرش. تجنب مواقف الانفعال الشديد، يعني مش اي حاجة بقى اتعصب وابقى اجريسيف كده، لا، نبقى هادين كده ومش اي حاجة ناخدها على اعصاب. ايه كمان؟ ممارسة الرياضة البدنية. ممارسة الرياضة البدنية مش بس مفيدة للجهاز العصبي، لا، هي مفيدة لاي حاجة في جسم. الابتعاد عن مصادر التلوث، ضوضاء، دخان، اي دخان بقى منبعث من السيارات او من المصانع. طب ليه؟ عشان هو بيأثر لي سلبا على الجهاز العصبي، صداع بقى، توترات عصبية. رقم 8 الابتعاد عن الادمان. يعني ايه؟ في ناس مثلا بتبقى مدمنة سجاير، او مثلا في ناس مدمنة مسكنات الصداع، ايا كان نوع الادمان ده بيأثر لي جدا على الجهاز العصبي، بيسبب لي ايه؟ اعاقة الذاكرة والتعليم، ما اقدرش ان انا ولا ذاكر ولا اتعلم ولا اي حاجة. التوتر العصبي، التبلد يعني الكسل، ما اقدرش اقوم من مكاني بقى وكده، وفقد الاحساس بالزمن. يعني الناس المدمنة بابجي مثلا تقعد بالساعة قدام الموبايل، ساعة ساعتين ثلاثة، مش حاسة بالوقت. طيب احنا كده خلصنا الجهاز العصبي، تعالوا ناخد كام سؤال اذكر المصطلح العلمي على الجهاز العصبي. اول سؤال، وحدة بناء الجهاز العصبي هي ايه؟ الخلية العصبية، برافو. طب عضو يتكون من مادة رمادية على شكل حرف اتش وبها مادة بيضاء، الحبل الشوكي. طيب استجابة تلقائية نحو المؤثرات المختلفة، الفعل المنعكس. أعضاء تمتد من الحبل الشوكي وعددها 31 زوج، الأعصاب الشوكية. السؤال الثاني بيقول، أكمل العبارات الآتية، يتكون الجهاز العصبي من جزئين رئيسيين، إيه هما؟ أنا قلت إن الجهاز العصبي فيه جزئين أو جهازين أساسيين، إيه هما؟ الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. وقلت ان الجهاز العصبي الطرفي اصلا مصدره الجهاز العصبي المركزي اللي هو الاعصاب المخيه والاعصاب الشوكيه. السؤال الثاني بيقول، تتكون الخليه العصبيه من جزئين اساسيين، ايه هما؟ محور الخليه وجسم الخليه. ده السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول، التحكم في الحركات الإرادية من النصفان القرويان. طب فاكرين مين اللي كان بيتحكم في الحركات اللا إرادية؟ مين؟ النخاع الشوكي، والنخاع الشوكي كمان كان بيوصل لي المخ بالحبل الشوكي. السؤال الرابع بيقول، عدد الأعصاب الشوكية نقط زوجا، والأعصاب المخية كام زوج؟ الأعصاب الشوكية اللي ناتجة من الحبل الشوكي عددها 31 زوج، والأعصاب المخية الناتجة من المخ عددها 12 زوج. تمام كده، يبقى احنا خلصنا كلام عن الجهاز العصبي المركزي اللي هو الدرس الأول في الوحدة الرابعة عندي، اللي بيتكلم عن ايه؟ ان الجهاز العصبي والمسؤول عن كل العمليات والوظائف الحيوية في جسمي، وقلت تكوينه اللي هو الجهاز العصبي الطرفي والجهاز العصبي المركزي، وقلت وحدة بناء الجهاز العصبي كانت مين؟ الخلية العصبية. وكمان الخلية العصبية لا تعوض، يعني مش زي أي خلية في جسمي لو ممكن اتعورت مثلا فمجموعة من الخلايا دي يمكن تعويضها، إنما الخلية العصبية لو حصل فيها تلف، جزء معين تلف، ممكن يتلاشى عادي، إنما لو الخلية كلها ماتت الخلية العصبية لا تعوض. فاكرين الخلية العصبية عندي كانت بتتكون من ايه؟ المحور اللي هو الاكزون دوت متوصل بيه جسم الخلية، وقلت ان جسم الخلية كان فيه ايه؟
النهايات العصبية اللي كانت بتتوصل بخلية عصبية تانية عشان تنقل لي الرسائل العصبية. كده يبقى الدرس جهاز العصبي انتهى، بقي لي في المنهج الدرس الأخير اللي بيتكلم عن الجهاز الحركي أو الجهاز الهيكلي. هنكمله المرة الجاية وأشوفكم على خير.